موجز الأخبار من أي بي سي نيوز عربية، أهلا بكم. السوداني ورئاسة مفوضية الانتخابات يبحثان مستلزمات إجراء العملية الانتخابية لمجالس المحافظات. كتلة الجيل الجديد تنتقد آلية توزيع المفوضين بمفوضية انتخابات إقليم كردستان. وزارة المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان. وثائق رسمية توضح شمول محافظ بابل وسام أصلان بالعفو العام على تهم إحداث ضرر بالمال العام. التربية تصادق على تثبيت محاضري محافظات نينوى والمثنى والأنبار. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يرشح هيرو مصطفى العراقية الأصل لمنصب السفيرة الدبلوماسية لدى مصر. الصين تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.